السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة القسم 3-5 القوى في بعدين، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017، المنهج المطور، منهج الأمريكي من جرويل. ردد دائما شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق. لا تنسى تجيب الورقة والقلم معك والحل وكتابك مفتوح على المسألة، هيك لازم تحل. تعلق لوحة النتائج الإلكترونية في سقف صالة ألعاب رياضية باستخدام 10 أسلاك متينة. تصنع 6 من هذه الأسلاك زاوية 8 درجة مع المستوى الرأسي، فلذلك رسمت رسمة واللون أخضر هي 6 أسلاك وهي الزاوية مع المستوى الرأسي 8، بينما تصنع الأسلاك الأربعة الأخرى زاوية 10 درجة مع المستوى الرأسي، هي الأسلاك الأربعة الثانية رسمتها بالأحمر. هون 4 أسلاك، هون 6 أسلاك. ما مقدار كتلة لوحة النتائج؟ إذا كان الشد في كل سلك 1300 نيوتن، فبتلاحظ هنا هنطبق قانون نيوتن على المحور واي، هنا اف نت على المحور واي يساوي لام في اي على المحور واي ويساوي الصفر، لأنه ما في حركة على المحور واي، لكن الشد كله عم يكون على المحور واي. على المحور واي شو عنا؟ عنا قوة المركبة الحبال الستة F6Y زائد F4Y ناقص الMG للأسفل، هذه الMG والمركبات للأعلى. المركبات عبارة عن 6 ضرب مقدار قوة الشد في الوحدة ضرب في كوساين الزاوية 80 زائد عدد الأسلاك الأربعة في مقدار قوة الشد في السلك الواحد في كوساين الزاوية 10 على جي اللي هي 9.8، يعني هو المطلوب M. طبعا لازم نكون نحن مرتبين المعادلة M وتساوي F6Y زائد F4Y على جي، يعني المركبات الستة على المحور واي زائد المركبات الأربعة على المحور واي. باستخدام الآلة الحاسبة بتطلع عنا كتلة اللوحة 1.31 × 10³ كيلو جرام. لازم تكون فاتح الكتاب ماسك ورقة وقلم ومسطرة، ترسم معي، بتحدد معي النقطة اللي ما بتفهمها بتعيدها مرة تانية، وإذا طلع شي غلط في الحساب راجعني، بكون لك ممنونة. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء، من الكلمة الطيبة، من اللايك، نوع من التشجيع.